اغلبه مش حقيقي. دايما التسقيف الحقيقي بيبقى في النص وبيحتمل يعني في احتمالين، يا اما تكون الناس مش قادره تخفي اعجابها بيك فمش قادرين يمسكوا نفسهم فبيسقفوا زي ما بيحصل مثلا مع هشام يا اخو وهو بيقول للشعب كل 30 ثانيه تلاقي الناس بتسقف، او ان الناس تسقف عشان ينزلوك عشان مش قادرين يسمعوك ودانهم مش قادره ان هي تسمعك او انت كشخص مش عاجبها. من 3 سنين كانت اول بابليك سبيتش ليا، اول مره هطلع اتكلم فالحاجه اللي انا بفهم بيها بورك قدام 1300 واحد طلع بعد ربع ساعه بالظبط من التوك، اكتر من 400 واحد تقريبا كانوا بيسقفوا عشان انزل قدام 1300 بني ادم، منظر او موقف ما حكيتوش عليه. دقيقتين بالظبط بالظبط كنت نايم التوك، كان قدامي لسه حوالي نص ساعه كلام لغيت كل حاجه، وفي دقيقتين خلاص عملت الفرش ونزل. كنت نازل حاسس اني عجوز قوي، ظهري محمي ورجلي بتترعش، كل الناس متاكد ان هي باصه لي دلوقتي وفي عينيها نظره شفقه كده، بعيني في الارض انا مش مكسوف بس انا خايف اشوف حد بيشفق عليا عشان فشلت. وانا فشلت بصراحه فشل كبير جدا، صعب قوي انك تفشل قدام 1300 بني ادم. نزلت وخلاص بقى طلعت ما كملتش اصلا الكونفرنس ده ومروح بيتنا ودور على بيبي وماشي. طبعا حوادث بالهبل كانت بتتعمل لاني مش شايف قدامي غير ان انا فاشل، انا فاشل النص وسط ما انا ماشي لقيت صوت طلع، صوت طفره يقول لي ايه ده؟ هو انت حصل معاك زي ما بيحصل مع الناس اللي بتطلع على التلفزيون وبتقعد تحكي؟ حصل معاك زي بقى مع عبد الحليم اترمى بالطماطم ومش عارف مين طردوه مش عارف مين؟ اه حصل معايا كده. ايه ده؟ هو انا على الطريق؟ وانا قربت؟ اه انا قربت. ساعتها حصل الطفل. ساعتها قلت لنفسي في وسط حاله الاكتئاب الشديد من الفشل والاحراج اللي مفيش بعده، قلت لنفسي السكينه اللي جايه التوك اللي جايه انا هنزل والناس مبرقه من كتر الانبهار. هو ده اللي كان مسيطر على دماغي في وسط ما انا كنت في حاله الاكتئاب. قررت ان الاحساس اللي حسيته في السيشن دي عمري ما احس بيه، عمري ما هسيب نفسي ان انا احس بيه، عمري ما هدي الفرصه لحد ان هو يحسسهوني. وفاتت سنه قررت فيها ان السيشن اللي جايه او البابليك سبيتش اللي جايه هتبقى عبقريه. لقيت ان الموضوع لما درسته حاجتين، عربيه كويسه وبنزين يمشي العربيه. العربيه انا والله على قد ما هشتغل على نفسي على قد ما العربيه هتبقى كواليفايد ان هي توديني اي حاجه، والبنزين هو الفشل. الفكره كانت استخدام البنزين او ان احنا نعمل ريسايكلينج للفشل اللي حصل عشان نستخدمه في ان احنا نطلع قدام. فضلت سنه عايش في كابوس، سنه مش شايف قدامي غير كلمه انا فاشل وانا قاصر. انا مش مقتنع اصلا بكلام، في مدارس كده في السايكولوجي بتقول ان التفكير في الحاجات السلبيه بيجلب حاجات سلبيه. هو اصلا الجمله فيها من 3/4 سلبيه، الفكره ان السلبيه موجوده، هي موجوده في الدنيا من ربنا خالقها، يا اما نتجاهلها يا اما نبتدي نعملها ريسايكلينج نستفيد بيها. فمن هنا جت لي فكره ان انا هجلد نفسي جدا بحيث ان انا فاشل لاني مش هفشل تاني، مش هقبل ان انا افشل تاني. صحيت من الكابوس ده على حلمي. صحيت بعد تقريبا سنه وكام شهر نازل من على ستيج في كونفرنس بيتكلم في البيزنس، الناس كنت ببص لها ومستغرب هما بيعملوا كده ليه؟ يعني ليه كل السبيكرز قاموا ونزلوا وسلموا عليا؟ هو انا عملت ايه؟ الناس مبهوره 40 واحد واقفين حواليك مره واحده، احساس انا عمري ما حسيته في حياتي. افتكرت ساعتها اني من سنه وكام شهر قلت ان السيشن دي هتبقى مبهره، هتبقى شيء مذهل للناس.
واستخدمت فشلي باني اوصل للحلم ده. زهقت اني اشتغل على نفسي كويس جدا. في العربيه كان اول طفره. قلت ما دام انا ابتدى يحصل معايا زي ما بيحصل مع الناس التقال قوي اللي نجحوا خلاص، واي نوت ان انا ابتدي اجرب اشوف اشتغل على نفسي وفشلي مش هيرجعني لورا. بعد ما نزلت من السيشن الثاني اللي نجح حصلت طفره اقوى بكتير. الموضوع عجبني بصراحه. لقيت ان هو ايه ده؟ هي الفكره على قد ما هتفشل وتستخدم فشلك صح على قد ما هتنجح. طيب خلاص ما دام القانون كده اوكي تمام، انا هبتدي ابلاي الابروتش ده على انه لايف ستايل. انا هعيش عشان افشل في الحاجه الصح واستخدم الفشل ده كبنزين يوصلني للجولز اللي انا حاططها. فابتديت ادرس الموضوع. لما ابتديت ادرس الموضوع اكتشفت ان الفكره مش في الفشل. السيشن دي اصلا مش المفروض يبقى اسمها The Art of Failure، المفروض يبقى اسمها The Art of Making Art. Making Art ممكن نعرفه على انه Making something might not work، انك تعمل حاجه ممكن ما تنجحش. ليه؟ لانك لو بتعمل حاجه متاكد ان هي هتنجح فانت حافظ وبتسمع، فده ابعد ما يكون عن الفن. فبالتالي اول خطوه هعمل حاجه ممكن تنجح ممكن ما تنجحش. طب ده معناه ان محدش عملها قبلي، لان لو في حد عملها قبلي انا هبقى عارف هي بتنجح ازاي. فبالتالي اكيد الحاجه اللي انا هعملها محدش عملها قبلي. لو عملت حاجه محدش عملها قبلي ده فن. انك تخترع، انك تكريت، انك تبدع، هو ده الفن. فكرة بقى The art of making art هي العملية اللي تقدر تطلع بيها الموضوع ده. العملية دي لقيت ان هي محتاجة شوية خطوات. اول خطوة فيهم هو انك تبتدي تاخد initiative، تبتدي تانشيت، تبتدي تجرب، تنخر، تدور، تجرب، تشوف الدنيا هتديك ايه لما كلها اللي عندك، لما تطلع اللي جواك، لما تحاول تطبق فكرتك. هتفشل مره والثانيه والثالثه، هتطلع بالنولج اي حد يعلمها لك في الدنيا. فشلك هو احسن مدرس ممكن يعلمك في الدنيا دي. اكتشفت بعد كده ان عشان اخد انشيتيف في حاجتين دايما بيوقفوني، مش انا، اي حد فيهم. يا اما الكسل يا اما خوفك من الفشل. الكسل الكسل بتاعتك مش بتاعتي، لو انت كسلان دي مشكلتك. انما خوفك من الفشل، احنا دلوقتي اصلا في البروسس بيعلمنا ازاي نعمل ريسايكلينج للفشل. فبالتالي اكيد دي ملغيه، اكيد مفيش خوف من الفشل. ما دام وصلنا لنقطه ان انا هاخد انشيتيف فمفيش اصلا خوف من الفشل. القانون هو اني بعد ما هقرر ان انا هاخد انشيتيف ومحدش عملها قبلي لاني عايز اعمل فن، هو اني هفضل افشل لحد ما انجح. هو ده قانون الدنيا، بسيط قوي. انا مش هبطل فشل غير لما انجح. هفضل افشل وهفضل مستمتع بفشلي واتعلم منه لحد ما اوصل للهدف اللي انا عايزه. الفكره بقى في الفشل ان احنا لازم نطلع منه حاجه اسمها فاليديتد ليرنينج. طريقه التعلم خارجه من مجموعه تجارب علميه مدروسه جدا مخطط ليها عشان توصلك لمعلومات المعلومات دي تستخدمها في الوصول لهدفك. الفاليديتد ليرنينج ده عمرك ما هتقدر توصل له الا لو انت مستمتع باكسبيرينس الفشل، لو انت عارف ان الفشل شيء ممتع، شيء لذيذ، وهو فعلا شيء لذيذ، بس مش اي فشل. في انواع من الفشل. ما تجيش تقول لي ان انت مثلا ثلاث سنين بتعمل حاجه وقررت تفشل فعملتها غلط بالقصد. مفيش حاجه اسمها كده. يعني اكيد مش هتروح تعمل الحاجه اللي انت بتعرف تعملها غلط عشان تبقى فاشل، لا. اكيد الفشل اللي انا بتكلم عليه هو الفشل اللي يجي لما تكون عايز تخترع، لما تكون عايز تعمل حاجه محدش عملها قبلك. كان في حاجه كده قصه بسيطه وهي خطوة احنا محتاجينها عشان نعمل ريسايكلينج للفشل. هي ممكن تكون بعيدة عن الموضوع بس احنا محتاجين نحطها في دماغنا. هحكي لكم قصة حاولوا تتخيلوها معايا.
الطريق الزراعي اللي احنا جايين منه. على اليمين مزارع وعلى الشمال مزارع، والمزارع دي فيها بقر. تمام؟ لو احنا ماشيين بالعربية لقينا بقرة، ايه اللي هيحصل؟ خلاص ان احنا مش عندنا 5 سنين نشوف بقرة هتفرق معانا. مفيش حاجة هتحصل، بقرة عادي. طب لو ماشيين على نفس الطريق ولقينا بقرة موت، ايه اللي هيحصل؟ بقرة ومو الاثنين ازاي؟ اكيد الاغلبية العظمى هتوقف وتنزل تشوف ايه موضوع البقرة ومو. هتبتدي تقرب منها واحدة واحدة عشان تكتشفها، حاجة أول مرة أنت تشوفها. وبعد ما تقرب منها وتطمن، أول حاجة هتيجي في دماغك بيربل كاو بيربل ميلك. لو أنت بقرة ومو هتنزليه لبن مو. مدام اللي خلاكي بقرة ومو خليكي تنزلي اما تخيلوا بقى، تخيلوا ايه اللي هيحصل لو نزلت الاحتمال الاولاني ان هي تنزل لبن عادي، ده يبقى ايه؟ صاحبها بيستنصح دهينها موف عشان يلفت النظر، وهي بتنزل لبن عادي زي حد. الفكره ان هي تنزل لبن موف بقى دي مصيبه، ده مشكله كبيره. تخيلوا كم اكله في الدنيا ممكن تتعمل جديده. تخيلوا مثلا الشاي بلبن والكافيه هيبقوا عاملين ازاي؟ هيبقى اختراع. لو جينا ندرس الموضوع من وجهه نظر الماركتنج هنلاقي ان مثلا لو نزل 10 بصوا على البقره دي، ال 10 مش هيقفوا حياتهم، هياخدوا لبن اللي يكفيهم ويمشوا. بس اول حاجه هيعملوها بعد ما يمشوا هم ان هم يفضلوا يتكلموا مع اي حد يشوفوه عن البقره. انا شفت بقره موف، يا عم انت بتهرج بقره موف ايه بس؟ يا عم الموبايل اهو بقره موف، كنت شفت اكيد. طب شفت بقره موف؟ خدني وريني، خدني من ايدي كده وريني بقره موف دي فين. فبالتالي هنلاقي ان العشرة اللي بصوا على البقرة في الاول راحوا ورجعوا 100، وال100 راحوا ورجعوا 1000، وال1000 راحوا ورجعوا 10000، وصاحب البقرة ما عملش حاجة. الحاجة الوحيدة اللي تميز بيها صاحب البقرة انه مدهش، انه الناس بتشوفه ما بتقدرش ما تقفش وتركز كده وتشوف ايه ده؟ مدهش. القصة دي اللي انا عايز اوصله منها هي خطوة لازم تحطها في دماغك. أنا مش هبقى كويس، أنا مش هبقى بشتغل شغل جامد، مش هبقى كويس بالطريقة العادية اللي احنا شايفينها. لا، الفكرة إنك لازم تحط في دماغك إنك تبقى مدهش، إنك تبقى ريماركبل. شيء البني آدم ما بيقدرش يمشي من قدامه غير لما يعمل ريماركبل. لازم أقف أعمل كده نوت عنك، أنت لازم يتوقف لك. ليه؟ لانك مدهش. ده نستفيد منه ايه؟ الفشل. نستفيد ان دي اول خطوه تخليك تفشل بنفس. اول خطوه تخليك مستمتع بالفشل. اول خطوه تخليك عندك الجرأه انك تفشل وما تتضايقش من الانتقاد. انت عندك هدف كبير، انا قدام هبقى مدهش. النهارده ممكن اكون الحاجه اللي عملتها جديده ما نفعتش، بكره هتنفع، بس انا عندي هدف كبير قوي في الاخر. لما قعدت اتعمق في الموضوع اكتر، وانا ادبي فدماغي فلسفه وعلم نفس، فتعمقت في الموضوع اكتر لقيت ان ما دام الفشل لذيذ والفشل شيء سلبي، وان التفكير في السلبيه بمنطق اسمه تعامل عكسي ده شيء عبقري. كل حاجه سلبيه في حياتي عاملاها ريسايكلينج وقلبها بنزين تحفه. جيت افكر بقى ايه اكتر 3 حاجات سلبيه في حياتي، لقيت ان اولهم الفشل، ثانيهم الجهل، وثالثهم الغباء. واكتشفت ان الثلاثه دول احلى 3 حاجات في الدنيا، الفشل والجهل والغباء. الفشل اتكلمنا فيه، الجهل هو اكتر حاجه ممكن تسخنك انك تتعلم. تخيل لو في حاجه في مجالك واحد قدامك بيتكلم فيها وانت مش فاهمها، تخيل احساسك عامل ازاي؟ لو قدرت تتعامل مع احساسك ده هتعرف انك ما تنامش غير لما تكون عالم بالجزء اللي انت كنت جاهل بيه. طب بالنسبه للغباء، الغباء ده حاجه يعني نقمه من عند ربنا والذكاء هبه. انا مش مقتنع بكده. انا مقتنع ان درجات الذكاء ممكن تكون متناسبه، بس كلنا بنلعب في منطقه الذكاء. مفيش حد ربنا خلقه غبي، انا مقتنع بكده، الا اللي عندهم مشاكل في الادراك. الغباء لما فكرت فيه لقيت ان هو متكون من 3 حاجات، لو لعبنا عليهم صح مستحيل تبقى غبي.
ثلاث حاجات دول هما knowledge, organizing skills, presentation skills. تخيل معايا كده عندك knowledge تقيلة في مجال معين وknowledge عامة في كل المجالات. organizing skills انت مرتب كل حاجة هتتقال لي مين وهتتقال له امتى ازاي. presentation skills هتعرضها بأني طريقة عايز توصل ايه بعد ما تعرفها. تخيل ان انت عندك ثلاث حاجات دول عندك knowledge عارف بتطلع كل جزء منها لمين وامتى وعارف بتطلعه ازاي. في حد ممكن يبص لك على ده غبي بس ممكن حد دلوقتي يكون شايف ان ده تمثيل ذكاء. لا هو في الاغلب في الحقيقه هو مش تمثيل ذكاء. انت لو عملت كده انت فعلا هتبقى ذكي لانك لو عملت كده مش هتبطل تجين نولج وترتبها وتشوفها تعرضها ازاي. فلما تعرضها الناس هيدوك فيدباك هتاخده تعدل بيه الخطه اللي انت ماشي بيها فتتعلم اكتر وتعرض بطريقه وترتب بطريقه احسن وتعرض بطريقه احسن وتفضل بتلف في نفس الدايره لحد ما تلاقي نفسك بتخترع حاجه في المجال بتاعك اللي انت عندك نولج. تخيل لو اخترعت تبقى فنان. ولو انت فنان الفشل بالنسبه لك ريسورس ما ينفعش يضيع. استخدمه فشلته انه بنزين. اللي هيقدر يخرج من السيشن النهارده شايف الفشل شيء لذيذ وشايفه حلو هو ده فعلا اللي هيقدر يغير. اللي شايف ان الفشل شيء سلبي خلاص حاول تتجاهله وخليك في النجاح وهتوصل زي ما كل الناس وصلت للعادي للطبيعي. عمرك ما هتبقى مدهش. هتبقى مدهش بس لو بصيت للفشل على انه شيء لذيذ وممتع. شكرا لكم.